نعم، هي ذات الأوضاع، ذات المشاهد صلاح نراها منذ 21 يوم. سيول اللاجئين تتواصل، تستمر بالوصول إلى الطرف الحدودي، بطء في دخول اللاجئين إلى الأراضي البولندية، ربما كغيرها من الدول بسبب ضغط وأعداد اللاجئين الكبيرة الذين يصلون إلى هنا. باتت بولندا تستقبل أكثر من 1,810,000 لاجئ حتى الآن. ساعات الانتظار على الحدود بالطرف الأوكراني وأيضا عند نقطة التفتيش البولندية تستمر لوقت طويل، لساعات. هذا ناهيك عن وقت الانتظار الطويل للوصول إلى تلك النقاط، بالأساس السيارات أو السيارات التي تقف أو تحاول الدخول إلى الأراضي البولندية تمتد على عدة كيلومترات بعيدا عن المناطق الحدودية. المشاة الذين وصلوا إلى النقطة الحدودية بالآلاف حتى الآن على ما فهمناه من أحد الزملاء على الطرف الآخر من الحدود، القطارات التي تصل إلى هنا صلاح من مدينة الفيف وتتجه إلى بلدة بشيمش داخل الأراضي البولندية، فيها تحمل يوميا أو في كل رحلة أكثر من طاقتها الاستيعابية، وهو ما يتسبب ببطء الرحلة لرحلة الوصول إلى هنا إلى بولندا. هذا ناهيك عن نقطة التفتيش التي تمر بها القطارات، وبالتالي معرفة هويات وتسجيل هويات كل من يدخل إلى هذه المدينة أو إلى الأراضي البولندية بشكل عام. في مراكز التجمع نرى أن هنالك تراجعا في أعداد الماكثين أو المقيمين فيها من اللاجئين الأوكرانيين خاصة، وأن هنالك حافلات باتت صلاح تنطلق من المعابر الحدودية بشكل مباشر إلى داخل المدن بدل من التوجه إلى البلدات الحدودية الصغيرة كهذه البلدة بشيمش والتي باتت تعج أو تحمل أو تستقبل أكثر من طاقتها الاستيعابية من اللاجئين الأوكرانيين، وبالتالي صار هنالك توجه لنقل بشكل مباشر هؤلاء اللاجئين من المعابر إلى وارسو ومدن رئيسية أخرى داخل بولندا أو حتى إلى دول أوروبية أخرى من خلال عدد كبير من المتطوعين، الحافلات التي تقلهم من هنا من بولندا إلى ألمانيا، فرنسا، إسبانيا على سبيل المثال، التي باتت أيضا بدورها تستحمل هذا العبء. فرنسا كانت قد أعلنت عن إمكانية استقبال أكثر من 100,000 لاجئ أوكراني تقريبا، وبهذا ما يعني أن هنالك جهود حكومية لاستقبال هؤلاء، ناهيك عن الأشخاص الذين يتوجهوا اللاجئون الأوكرانيون الذين يتوجهوا بدورهم بشكل مباشر إلى عائلاتهم داخل دول الاتحاد الأوروبي، ليست الدول الحدودية وإنما دول كفرنسا وألمانيا البعيدة عن الحدود بشكل مباشر مع أوكرانيا صلاح.